لو شاف الارم. طب انا عايز بلوك ليه؟ عشان الارم، عشان الارم سي تي ممكن مشكلة. يكون في لوس حصل في سي تي في المشكله. ما هو انت بيجي لك قمه التيار من ايه؟ ما الديفرنشال الارم ده لما مثلا في سي تي ساتوريتد ريتنج اهي من سيستم ريسبونس ماشي. انت عملت سلكتيفيتي اللي هنا بقى تشيك زون اوبريت، دي حاجه ثانيه ودي تبعها برضه. لا احنا مش قلنا احنا دلوقتي شغالين في الحته دي خلاص. دخلنا في تشيك زون نفس القصر قيمه في 400 كي بقى السوق بتاعه اقل. دايما تشيك زون بتشتغل قبل الباك زون، قيمته برضو 10 و5. طب انت لو حصل 10 و5 ايه حصل؟ تروح سيستم ريسبونس تاني وتعمل سيستم ريسبونس وتشوف هو حاططها هنا ايه كونتينوس مش معبر. خلاص يبقى دي النقطتين بتوع الباسبار بتاعنا. هو فكرته زي ما احنا قلنا بسيط، تيار واحد جمع اتجاهي يطلق الاي ديفرنشال، جمع جبري بتجيب لك الريسترين، بحطهم على الستوب ده اشوف مثلا ده الاي ديفرنشال كام والاي ريسترين كام. بس الله وكان الله بالسر عليه قارنهم، دخلت في الزون زي اشتغل، ما دخلتش في الزون ما اشتغلش. تمام ادي. والاسلوب بتحسبه ازاي؟ الاسلوب زي ما انت بتعمل الاسلوب بتاعك. انت بتعمل ايه؟ مش انت كنت بتحقن 0 180 ايوه ستيبل واعلى بواحد.